إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. برضو كتير قوي من المرضى الأفاضل بيتواصلوا معايا ويقولوا لي: يا دكتور، إحنا عايزينك تيجي تزورنا في العراق، تزورنا في السعودية، تزورنا في الجزائر. تمام. طيب، فهم فاكرين أني أنا مقصر في هذا الشيء. أنا مش مقصر في هذا الشيء، أنا أرحب أن أنا أخدم المرضى بأي شكل من الأشكال، لكن علشان أنا أروح دولة تانية أنا مش ممكن حركب الطيارة وأروح الجزائر وأنزل في المطار، تمام، أقعد في الشارع وأقول للناس: أنا الدكتور محمد يسري، تعالوا كشفوا عندي. الموضوع لازم يبقى محسوب بالعقل، لازم يكون في جهة عاملة دعوة، يعني لازم مستشفى مثلا تعمل دعوة للدكتور محمد يسري أن هو يروح وتنتظرني في المطار وتوصلني للمستشفى وتأمن لي الإقامة بتاعتي وتأمن لي التأمين الأمان. يعني ما يبقاش في بعض الدول ما فيهاش أمان، بعض الدول فيها ميليشيات، فيها عصابات، فلازم تأمن الكلام ده كله. تمام. لازم تتواصل مع السفارة المصرية في الدولة علشان السفارة المصرية تبقى على علم ان في احد مواطنيها موجود على ارض العراق او على ارض الجزائر، عشان السفارة نفسها تبقى فاهمة ايه القصة اللي موجودة. طيب، الحاجة التانية، المستشفى دي تكون مجهزة، يعني لما اطلب رنين مغناطيسي يبقى موجود رنين مغناطيسي، لما اطلب شيء اعمله للمريض ما نبقاش احنا بنعمل بيزنس، ما يبقاش احنا بنعمل بس ايه، عايزين نروح نعمل دعاية. عارفين انتوا في دكاترة بتعمل زيارة كده دعاية، تمام، يروح ياخد فلوس الناس ويمشي، فاهم قصدي ازاي، والناس تفرح ان هي راحت للدكتور يقول لك انا كشفت عنده. الموضوع مش الكشف بس، ما انت لو عايز تكشف عندي بس، انا في مصر وانت في الجزائر، انا في مصر وانت في العراق، لو عايز تكشف بس سهل قوي اونلاين، ان احنا بنعمل واحنا عندنا الخدمة دي مفعلة، ان احنا بنكشف على المرضى في اي حتة في العالم. انا في مرضى من كندا وامريكا والسويد والنرويج والجزائر والمغرب وتونس وليبيا وكل الناس والسودان، كل الناس بيتواصلوا معايا صوت وصورة، بيكشف عندي، بيبعت لي الحاجة، بيبعت فلوس الكشف على بالفيزا بالكريدت كارد، وانا بقابله على جوجل ميت وبشوف. يعني موضوع انك تكشف عندي مش صعب، سهل قوي انك تعمله في اي محافظة في مصر، في اي حتة في الدنيا، ان شاء الله تكون في القطب الشمالي او في القطب الجنوبي. فهو موضوع الزيارة ده مش ان احنا نلم فلوس الناس ونمشي، مش بيزنس، يعني احنا المفروض رايحين نخدم الناس. تمام. لو على عايزين مرضى مثلا 100 مريض، ما احنا عندنا بيجي لنا 100 مريض، ممكن نجيب 100 مريض كل يوم. فهو الموضوع مش موضوع بيزنس او فلوس، تمام، لكن موضوع انك تقدم خدمة لوجه الله، تفيد الناس والناس تدعي لك والناس تبقى فرحانة، يبقى انت ده اللي بيسعدني. انا اللي بيسعدني ان الناس تبقى فرحانة بيا، ان الناس ابقى انا حاسس ان انا خدمتهم، ان هم بيدعوا لي، ان الملائكة في السماء بتقول امين، فانا عايز اضمن اخرتي. تمام. فانا بعمل كل ده. صحيح مش ده، الدنيا بتمشي مش ظريفة كتير، لكن ده اللي انا عايزه. ففي النهاية أنا مش عايز أعمل زيارة للجزائر أو للعراق أو لكردستان أو كده بالطريقة بتاعت البيزنس. فلازم مستشفى تدعوني، تكون المستشفى مجهزة مكان فيه رنين عشان نخدم المرضى بجد، مجهزة مكان فيه أشعة قسطرة تداخلية. القسطرة التداخلية دي اللي هي في وحدات قسطرة القلب، تمام، تكون برضو مجهزة المكان ده، يكون فيه جهاز تردد حراري، يا إما أنا نستأجره من مصر وناخده معانا على الطيارة، او ان هم يأمنوا جهاز تردد حراري او يشتروه او يجيبوه من اي دولة اوروبية او امريكية، قصدي من امريكا. يعني موضوع الزيارة ده، تعالى زورنا يا دكتور، ده شرف ليا، ده شرف ليا ان انا اجي ازورك، بس عشان اجي ازورك وانت تستفيد لازم تجهيزات من مستشفى، لازم كيان وزارة صحة في الدولة دي، كيان حتى هروح اكشف فين، أمن لي عيادة، أمن لي مكان أنام فيه، أمن لي أمان، ما يبقاش فيه حاجة مش طبيعية، يبقى فيه جهاز رنين مغناطيسي عشان نشخص صح، بس أنا مش عايز أكتر من كده، وجهاز أشعة ونعمل لكم الحقن والتردد ونخدمكم على أعلى مستوى إن شاء الله. أتمنى تكون رسالتي وصلت، وأتمنى تكونوا فهمتوني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.